اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. بهذا الفيديو راح تشوفون شلون سويت الفرنش كليت اللي هو نوع من انواع الرفوف بترتيب ادوات الورشه بطريقه حديثه وحلوه كلش، وايضا كل اداه يصير لها مكان معين ثابت حتى لا تضيع او لا تصير هوسه، وتقدر ترتبها شو ما تريد لانه كلها متحركه مو ثابته بالحائط. وهذا النظام طبعا مو خاص بس بالورشات، مثل ما تشوفون هنا سويت هاي الخشبه حتى اضم الوايرات مال التلفزيون، خشبه عاديه وصبغتها بلون الحائط، ضمت الوايرات مال التلفزيون وصار شكله احلى. بالنسبة لطريقة عمله سهلة كلش، ما يراد لها شيء. ممكن استخدام اي نوع من الخشب، بالنسبة لي استخدمت خشب بلاي وود جيج 18 اي 3/4 انش، شرحتها بعرض 10 سنتيم، وبعدين هذه ال 10 سنتيم قسمتها بالنص بس بزاوية 45 مثل ما هسه راح تشوفون شلون. راح اميل المنشار وخليته يقصها من النص بزاوية 45، راح تصير عندي قطعتين، كل قطعة مقصوصة بزاوية 45، واحدة تثبت بالحائط والثانية تثبت على الرف اللي راح يتعلق على الحائط. شوية نعامتها باستخدام كاغت جام، هو اصلا ناعم هذا الخشب بس نعامتها بكاغت جام 360. باستخدام الليزر ليفل او القبان الليزري حددت مكانها على الحائط حتى تكون عند الخشبات عدلة، واستخدمت غارة لان انا اصلا الحائط عندي خشب، وراح اثبتها بمسدس البسمار وأقويها ببراغي. طبعا هنا أنا محدد مكان الاستد بالحائط ويا هذا الخط الأسود، لأن هذه الخطوط متساوية المسافات بيناتها 60 سنتيم بين كل خط وخط، والاستدات بالحائط نفس الشيء، هذه نفس المسافة. فزرفت بالدريل وثبتتها ببرغي حتى يقويها، لان هذه راح يصير عليها وزن وراح تثبت كل الغراض عليها. هذه الرفوف اني كلهن مسويها قبل، لان هذه الفكرة من قبل سنتين اني شفتها وسويتها بورشتي القديمة، فبس راح احولهن واخليهن بمكانهن الجديد. طبعا هذا النظام قديم كلش، مو شغلة جديدة، بس شفت انه ماكو ولا فيديو بالعراقي يشرح عن كيفية صناعته، وهو كلش بسيط وكلش عملي. فاذا حضرتك ما كنت تعرفه اتمنى استفاديت من الفيديو، واذا كنت تعرفه وعندك اي ملاحظة رجاء اذكرها بالتعليقات جوا حتى نستفاد كلنا منها. اذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى لا تفوتك الفيديوهات القادمة. اذا تحبون تتابعوني على الانستغرام او على الفيسبوك موجود الرابط بالدسكريبشن او بالوصف، واهلا وسهلا بكم واتمنى لك مشاهدة ممتعة.